بنحييكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مشاكل وحلول ودائما عبر تلفزيون لبنان. بحلقتنا اليوم وباطار مشاكل وحلول يمكن رح نحكي عن واقع مشكو منه بكثير من المناطق والبلدات، عم نحكي عن الصرف الصحي، وكتار بيقولوا مفترض ان يكون في بنى تحتيه تساعد بالتخلص من التلوث البيئي. ممكن معكم حق، ولكن وقت اللي بنشوف في همة وفي مبادرات لحتى يكون عندنا بعض المشاريع يلي مقتدر أن تنفذ بإرادة أولا وبقرار وبعزم، وهيدا يلي صار ببقى عتوتة بقضاء كسروان وقبله كمان كنا حكينا عنه، ولكن اليوم مع ضيفينا رح نحاول قدر المستطاع أنه نعطي هذه القضية حقها لحتى تكون مثال لا حلول لكل مشاكل الصرف الصحي بتأمل أن يحتذى بها. اليوم بنرحب بريمو الحاج رئيس بلدية بعتوتة بقضاء كسروان، أهلا وسهلا فيك ضيفنا لأول مرة. إيه صحيح. أيضا المهندس راشد السركيسي اللي هو صاحب فكرة تكرير مياه الصرف الصحي بالقصب والحصى في لبنان، كمان بنسجل لك تحية بنقول لك أهلا وسهلا فيك. الله تسلم رئيس. يعني تنكون منطقيين وصريحين، نحن يعني يلي استدعينا لحتى نقول لك شرف لعنا اهلا وسهلا فيك هو المشروع يلي اخذ ضجه انجاز التعبير وتجاوز حدود بقعاتها هالقريه الكسر بعتوتة عفوا هالقريه الكسروانيه الوادعه، ولكن من خلال المشروع مشروع الصرف الصحي اللي قمت فيه حضرتك ونجحت، ممكن نقول بتمنى من خلال بلديات الاتحاد اللي كانوا حاضرين الجلسة الكل يسعى لحتى ياخذ هذه الفكرة بيقول بدي نفذها. للناس اللي هلأ عم بيتابعونا شو ممكن نقول لهم بصريح العبارة عن هذا المشروع يلي كان مشكو منه بالسابق ببعتوتة قضاء كسروان؟ فينا نقول لهم لكل بلديات لبنان، نعم، ما في بلدية إذا قصدت تعمل شيء إلا ما قادرة تعمله، بس بدك هن يكون عندهم النية وإمكانيات. وإمكانيات لا، في واحد يجيب إمكانيات، مش ضروري إمكانيات تكون قوية. هلأ بنحكي عنا الإمكانيات اللي حكيت عنها. نحن أول ما جينا بدنا نعمل طريق طوله شي كيلومتر تقريبا، نعم، جينا قلنا بدنا نوسع الطريق ونعمل له حيطان دعم وأنايات مي، قلنا لشو تنعمل شغلتنا مرتين وثلاثة وأربعة مثل ما بيعملوا الكل بلبنان. اقترحنا أنه نعمل خط مجرور لو ما استعملناش بيأدي من راس الضيعة لنصه. والله برافو. ومنتركه بعدين بس يصير في عنا إمكانية بنرجع منكفي لكعب الضيعة. حساب مين؟ اسمح لي هلأ نحن رح خبرك حساب مين وكيف عملنا كيف عملنا الطريقة. نعم. عملنا حلة ونزلنا على وزارة الطاقة، حكينا مع ناس مسؤولين رجال سياسية بالمنطقة. نعم. ورحنا لعند الأستاذة راندا نمر، الليلة بدنا نعمل مستشارة معالي الوزير. صحيح. الليلة بدنا نعمل خط مجرور من أول الضيعة على نصها. قال هذا ممنوع بدكم تكبوه بالنهر. لا لا لا، نحن بدنا نشتغل غير ما بيشتغلوا كل الضيعة. نعم. وبالفعل وافقوا لنا على المعاملة، ركضنا وراها شي 3-4 شهور، جبناها بقيمة شي 400 مليون، مدينا خط حوالي الكيلو متر و200 متر تقريبا. وبعد ما بدنا اياه على اساس قبل ما نزفت الطريق، عملنا حيطان دعم وعملنا انايات صرف مي. نعم. شتويه. ومن بعد ما عملناهن جينا ثاني سنه قلنا نحن قطعنا نص الضيعه، اذا قطعنا على كعبه شو لازم نعمل؟ بعد عنا 1200 تانيين او 2000. رحنا حكينا في عنا مهندس بالضيعه، حكينا نحن وياه اسمه مهندس رشيد مبارك اللي هو مهندس البلديه. هو مهندس. نعم. البلديه، ونحن كلهم يعني المهندسين عنا واللي بيشتغلوا بالبلديه وبالضيعه كلهم تعرف بلاش، ما في عنا شيء دفع يعني من ضمن الامكانيات. عم تقول لي منين جبتوا الامكانيات؟ لان الامكانيات انه لما يكون في عونه بين الكل بين الشباب كلهم مع بعضهم ما بدك امكانيات، صفت كل العالم عم تشتغل. نعم. لمصلحه ضيعتها. اذا جاب لنا الدراسه طبعا هي البرك والقصب. اوكي. تايوان هو الاستاذ بفتكر، ما بعرف كيف عملوا بين بعضهم. بقى رحنا نحن في عنا دار سيده النياح، حكينا مع الرئيسي استاجرنا منها 6000 متر ارض، ورجعنا خدنا الدراسة ورجعنا رحنا على وزارة الطاقة. من جديد تعاو يا عمي، نحن عاملين دراسة كذا كذا كذا،
طلعوا بالدراسة هاي ما حدا عملها، لأنه نحن بدنا نعملها تكون أول ضيعة بجبل لبنان. نعم. وهيك صار، ساعدونا نحن، وفي عنا ناس متمولة بالضيعة وبتحب تساعد، وفي عنا شركة كمان ساعدتنا، زبطنا الطريق ونزلنا على كعب الوادي ومدينا خط مجرور. وهلأ كل ضيع كسروان إذا أرادت أو بلبنان كله سواء، ضيع الصغيرة أو الكبيرة، الكبيرة يمكن عندها إمكانيات أكتر قادرة تعمل صرف صحي. نعم. إذا مش محطة بتنايم بتلاتة بأربعة. أوكي. بيرجع بدك تقلي شو الإفادة من صرف الصحي اللي عملناه نحن. هلأ نحن مثل ما بيخبرونا البعض الخبراء، نعم، عن التأس إنه جاي التصحر عنا وجاي سنين عنا جفاف. نحن هلأ عنا تقريبا كل يوم بالسبعين 80 متر، 80,000 لتر مي صرف صحي فينا. هاي المي الصحي اللي بدنا نكررها نرجع نستعملها للحدائق العامة. حلوة منك. وللشجر اللي بدنا نزرعها على جنب الطرقات. رح تابع معك رئيس، بس بدي أسأل خينا راشد، يعني الرئيس عم يحكي ومثل ملاحظين بأمل وبتفاؤل وبنجاح، لأنه صدى هذه الخطوة. قلت لك كل بلديات المنطقة عم يحكوا فيها، بلديات الاتحاد بكسروان، ولكن أنا بهمني أسأل حضرتك، أنت صاحب هذه الفكرة وحكينا عنها قبل برمحالة، ولكن بهذه المرحلة الرئيس عم يدعي كل البلديات لحتى يعملوا يلي هو عمله، أنت شو بتنصحهم؟ وبهمنا نعرف قديش كلفتها. أول شغلة بدي أتشكرك على هالوقت الحلو، بدي أتشكر الرئيس على هالمبادرة الجيدة، وبدي أقول لك أنا بعدني مش متزوج، بس بهذا المشروع عندي ابن وصار عندي حفيد. نعم. فرمحالة كانت أول شغلة عملناها. نعم. بدرت مبادرة فريدة من نوعها على الأرض اللبنانية. هو عم بيقول بجبل لبنان، بس هلأ بنحكي عن هاي التفصيل. أنا بدرت بتمويل طلياني وقنعت الطليان بالفكرة. هي الفكرة فرنسية، هي الفكرة أساسا أول واحد عملها ألماني. أي. من بعد الحرب العالمية طلعت البلدان كلها مدمرة، وبدون أول شغلة الإنسان بيتعمل فيها كل يوم بده يطلع. لا الرئيس كان عم يقول أنه استأجروا 6000 متر يعني لحتى يزرعوها قصب ويحطوه. لا لا، بس الفكرة الأول واحد طلع بفكرة أنه يكرر المجروع على القصب كان ألماني، القصب العادي اللي بنشوفه نحن، قصب الرزو. فأنا بعطي مثل، أول واحد بيستغرب من الموضوع بيقول له روح شوف حقلة قصب، بيقولوا له مقصبة. نعم. أول ما طلع بحقلة قصب قلت له بتروح عليها، بكل سقة رح تلاقي في مي ورطوبة، بكل سقة ما رح تلاقي ولا حشرة، وبكل سقة ما رح تشم ولا ريحة، بكل طبيعية. يعني الله خلقنا القصب تي كرر المي القاس الراكدة، يعني هدف بيئي بامتياز أرادوا الرئيس. عملنا رمحالة نحن. نعم. من وراء رمحالة. أوكي. وأنا هون بدي واجه تحية خصوصية لأستاذ رشيد مبارك اللي هو صديق مثل خي. نعم. وأكثر من خي، وهو من بعتوتة. أول شغلة هيدي شغلة كتير مهمة اللي ذكر الرئيس، يعني حكي لي كتير مهم نحن نتحمل مسؤوليتنا كأولاد البلد. وأنا أوقات بطلق شعار أنه أنا من لبنان. كل ضيعة بضيعتي، وكل بلدة بلدتي، وكل مدينة. وحقيقة بس نعمل الخطة للصرف الصحي بلبنان، أنا كنت عم طالب نعمل مخطط توجيهي نشمل. وكمان بدي واجه تهية كتير كتير خصوصية لست رندا النمر، لأنه كانت من أكثر المشجعين بمعنى شجعوكم. أنا عملت محطة رمحالة. أوكي. نزلت خبرت الدولة، هي كل ما أجل عندها حدا عنده هاي المشكلة بدأ صياني هالمحطة، تقول له طلع رمحالة شوف شو صار. بدأ صياني ولا لا؟ ما في شيء ما بده صيانة. أيه. بس نحن بنقدر نقدر المستويات. طيب. اللي بدنا نوصل لها فيها. خلينا نشوف أنا وياكم بس ريبورتاج عن محطة التكرير وبنرجع نتابع، لأنه مهم كتير اللي عم نحكي عنه بيكون موثق، وطبعا هي مناسبة لحتى نقول شكرا لكل المهتمين، وأنا بعني رؤساء البلديات ممكن من خلال متابعتهم لهذه القضية أنهم يسعوا لحتى يوصلوا ويقولوا هذه محطة تكرير صديقة للبيئة. منشوف سوا محطة انعملت، محطة نموذجية، محلة شاملة بكسروان، يعني هاي محطة بيستفيدوا منها كل ولاد الضيعة، محطة تكرير كل العالم تستفيد منها. بتبلش من فوق يعني من راس الضيعة، بتبلش ساطر من هون بتجي على أول شيء المحطة هي الخزانات، ومن الخزانات بتجي على أول محطة يعني من فوق بتبلش تكرير فوق، وبترجع تنزل على المحطة التحتانية اللي احنا عم نشوفها هون. هيدي محطة كتير مهمة للضيعة بيستفيدوا منها، والمايل تبعولها بتروح لصقية، بتروح لل، وهيدي بتنزرع قصب
كمان مشان تعمل تكرير وتعمل هالاشياء كلها. ضايعه فيها كتير كان مشاكل مجرير وهيدا بينزل مي وهون على الطرقات وكذا. لا هلا من هلا لسنه او سنتين اذا الله رد بكون وصلنا الخطوط للبيوت وبيمشي الحال، تمشي المحطه كامله. بتجنن محطه التكرير بالدائرات كله ضايع بيعمل محطه تكرير. هاي عملوا محطه تكرير كمان، هاي محطه تكرير كتير حلوه بقطوطه، يعني قليل اللي ما في بكسروان لحد هلا بعد ما في ولا وحده مثلها. كل العالم عم تروح يعني الجرير تبعها بالنهر، نحن لا عم تنزل محطه تكرير تبع بقطوطه. بكسروان كلها مش معمول هالمحطة اللي معمولة هون. رئيس اللي هلا شفناه يعني بيكبر القلب وقت اللي الناس بيحكوا بهذه الثقة وبيحكوا بالفخر. بهذا الأمل وبهذا الفرح. واليوم أستاذ راشد كان عم يحكي وبيشرح تقنيا عن هذه القضية، ولكن أنت خدمتيا يعني قدمت خدمة كتير كبيرة لأهالي وسكان بعطوطة. بهذه المرحلة بنقول أنه ابتدى المشوار ولا بده سنة بعد لحتى يكتمل بشكل كامل مثل ما سمعنا؟ لا نحن بلشنا نشرك هلا، نعم صرنا شركين اكثر من 100 بيت تقريبا، تنخلص كل الضيعه اللي بدنا. خلصت تقريبا، نعم. خلصت كلها. بعد عنا الاطراف اللي هي منش تجي على الجاذبيه على محطه التكرير. نعم بس كمان له حل عندك؟ له حل، كله له حل، ما في عنا شيء ما له حل. نحن على طول من السباقين. سؤال بديهي يطول عمرك، الناس اللي هلا عم بيتابعونا والمعنيين، شو التكلفه يعني يلي انتم وضعتوها وقلنا انه بلديه صغيره مع احترامي لك وللمقيمين والسكان والفعاليات، ولكن مجهود كبير انت قمت فيه من خلال هذه القضيه، وانت عرفت تعزف على الوتر الحساس بالوقت المناسب. تكلفتها قديش تقريبا؟ يعني هي كمحطه كبرك الموجوده تحت مونبران وبحص وهيك، نعم. كلفتهم مش كتير قوية. نعم. أستاذ راشد على بعضها يعني، هي الكلفة بالإمدادات، اللي عم نشوفه الأساطير البلاستيك يعني، هودي تفريعات، هودي نعم. مش هودي تفريعات من البيوت للخط المجرور. نعم. الأساسي يعني خط المجرور الأساسي قطر اللي القطر يعني قطر الأثر بالزيادة هذه ما لا لا هذا تفريع من نعم. من البيت للخط الأساسي. نحن أوكي. الخط الأساسي سميكته 30 سنتي. نعم. هذا التفريع من البيت للمجرور يعني الاساسي قطره 30 سم. نعم ايه قطره 30 سم. هذا اللي عم تشوفه هلا على الشاشه هذا. نعم. من البيت للمجرور الاساسي مش نحن نعم. بالمجرور في عندنا خط رئيسي بيطلع فوقه خطوط سنويه اللي بتفوت بالاحياء بترجع لخطوط الوصلات المنزليه. هاي وصلات التفريع بيصير، لكن بموضوع اللي كنت عم تسأله حضرتك بالنسبة إذا بكفي، نحن نعم. ما بنعتمد قياس ومنقول هذا هو القياس. القياس بيجي نتيجة دراسة إلى علاقة بكمية الماء وبانحدار الطرقات. نحن عادة بنعمل كل مجاريرنا بقلب الطرقات، في مطارح تانية بيعملوه غير مطارح. الانحدار بخفف التخن. نعم. فلأنه بدك تعمل شوية فريناج، وعادة نحن الروجاريت كمان بنستعملهم. قد ايه اخذت وقت لحتى تكون منجزة هذه المحطة؟ قد ايه بدها وقت؟ نحن هلا في مطرح بينخلط بين المحطة والشبكة، الشبكة شيء والمحطة شيء. نعم. المحطة شغلة كتير بسيطة. بسيطة؟ أكيد شغلة كتير بسيطة، وخصوصا أنا بشد في عدة طرق باستعمال المحطة، فينا نعم. نستعمل فيها نعمل مزج بين استعمال طاقة نعم. شوي، يعني معقول نعوز شوية كهرباء مع الترومبات. نعم. هون عم نشوف هون عم نشوف القصب هيك بينشك بس القصب هيدا مش هيدا اللي برا هيدا العرق يمكن يجي بس هيدا ويموت هي. بس تحت الارض في الجذور نعم. يعني الشلش يلي هو أوكي. بيمتد يلي هو بيعمل الشغل نعم. بس بلشنا هلا هون المنظر بعد ما بين برمحادة بس زرعنا هيك بعد شوي لقينا حقل الاخضر نعم. بغير مطارح عن القصبات اللي نحن قصبين. قد ايه بده الوقت ليخضروا اللي عم نشوفه؟ لا نحن شهرين زمان بس يصير في مي بتبلش ايه. تلاقي بلش يطلع اخضر شيء ولا بعد ما شاركنا عليها. لو شاركنا عليها كانوا كلهم خضر. هلا عم نشرك هلا في يمكن هلا بهالفتره يمكن لا. لازم يسقوا الشلوج تحت يفر تياخذوا يرجعوا يحيوا احسن ما يتعطل منهم، لانه اوقات ما بينتبهوا الناس انه الوقت بين تركيب المحطه وشرك المجرير قد يجوز ياخذ شوي وقت يعني فايه نرويها شوي بوقت جاي امطار اليومين ثلاثه ايه جيد يعني بس بدها تحافظ على رطوبتها صحيح الصبح وحتى شلش القصب رهيب شو 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 قوي نعم. اول ما بتعطيه شويه مي بقلع يعني. رئيس اذا بدنا نسمي هذه المحطه هي من ضمن الانجازات اللي انتم اشتغلتوها بصراحه هاي من ضمن الانجازات وفي انجازات كثير غيرها عملناها نحن ببعض انجازات ببلديه برجع بكرر متواضعه
الناس بيتبادر للذهن رؤساء بلديتي بيشكوا من الروتين الإداري، بيشكوا من تحويل أموال الخلوي والكهرباء وغيرها من الصناديق بالدولة. أنت على صعيد كل هذه المشاريع عم تحكي عن إنجازات، عم تحكي عن محطات، عم تحكي عن تسفيه طرقات، هلا كله راح نشوفهم يعني بإطار منقول أنه عندما يتوفر القرار عند رئيس البلدية ممكن نوصل إلى سلسلة حلول. رح شوف أنا وياك بس ريبورتاج بيختصر إذا ممكن بعض الإنجازات، لأنه مهم كتير نقول هذه الإنجازات ومفترض يعني أن تشكر عليها، لأنه واقع هذه الإنجازات كمان عم يستفيدوا منها السكان والأهالي. متابع معكم. هلأ ضيعتنا بتتميز بموقعها الحلو، هي اسمها الهضبي المطلي، إذا بتفسر اسمها بعطوتة بتلاقي اسمها الهضبي المطلي، يعني وين ما قعدت ببعطوتة بتشوف البحر، بتشوف بيروت، بتشوف الدنيا كلها. بتتميز بعطوتة بالزراعة، في عنا زراعة وبلديتنا مستحدثة، يعني عمرها هاي ثاني دورة، والحمد لله أنه البلدية كتير اشتغلت بظرف 6 سنين، قدرت عملت مشروع صرف صحي نموذجي تاني بلبنان، ووسعوا الطرقات مثل ما أنك شايف، وهلأ أني ناطلين بانتظار الزفت. الأرصفة كلها بلشت من أول الضيعة لآخر الضيعة كلها صار فيها أرصفة، وحتى كمان صار فيها دربزينات على ظهر الأرصفة. في نهضة، في نهضة قوية من سنتين ثلاثة لليوم، انقلبت الضيعة فين تحتينا، كنا مثل ما أنا ما في شيء، ضايعة براس الجرد ومتروكين. هلا بعد البلدية الجديدة بقوة الله كتير منيح الشغل. كانت الطرقات ضيقة، ما كانش في بلدية، هلا اجى ريس محترم زبط الوضع ووسع الطرقات وقام يزبط المجرير، يعني شو بدك عم يعمل لك بالضيعة. والطرقات بهمة البلدية وسعتها على نفقتها الخاصة، يعني هذا مشروع كتير مهم، يعني توسيع الطرقات بحفافي بأنيات ببنى تحتية حديثة بأرصفة مع مؤنسات للطريق، شغلة كتير يعني البلديات اللي عمرها 20 سنة وثلاثين سنة ما عملت شي اللي عملتهم بلديتنا ب6 سنين. والله يطور بعمر رئيسها، رئيسها من الناس المعطائين، يعني ريمون الحاج الرئيس ريمون من الناس المعطائين. خير منيح الضيعة وعم بيشتغلوا فيها الضيعة، ماشي الحال وإن شاء الله بيكافوا مثل ما هو لازم ويكونوا ملتفقين كلهم سوا مع بعضهم، هاي أهم شغلة. طرقات إجمالا بقلب الضيعة صارت كتير منيحة، بس بعد يعني تقريبا عن طريق العام برا بعد يعني مقصة زفت، بس أكيد عم تشتغل فيها البلدية بعد ما قصها بس زفت، يعني بقلب الضياع خدت لك صارت كان الطريق يعني 4 صارت 8 تقريبا كلها توسعت الضياع الداخلية. متابعين معكم مشاكل وحلول. استاذ رمو كمان برجع بقول يلي شفناه يعتبر ورشة مستمرة رح تكون عندكم. صحيح، يعني هيك الناس بيقولوا ما بقى عندنا مشاكل مع البلدية الجديدة مع الإدارة الجديدة، ومثل ما بتشوف انه الكل كان عم بيسجل محطة شكر لك. نحن مفروض من هلأ لسنتين نكون مخلصين كل الطرقات إن شاء الله الموجودة ببعطوطة. نحن وسعنا جسورة عما داخل الضيعة، في جسرين كانوا ضايقين كتير بالأربع أمطار وخمس أمطار، نعم، ويصير حوادث، نعم، عليهم كتير، نعم، وسعناهم وعملنا أرصفة مشان نحضن الطريق كله سوا من أولها لآخرها، من أول نعم بعطوطة لآخرها كلهم سوا هوري عن نعملهم مع أرصفي ودرابزين وأنيات صرف ماي شتوية وعم نستحدث طرقات جديدة، يعني استحدثنا طريق تطلع من بعطوطة استملاكات ولا لا كله بالتراضي عمو. كله بالتراضي، اللي من نروح على استملاك يعني مش رح نعمل شيء، اللي من نعم بدنا نفوت باستملاك معناتها اجلنا المشروع، نعم، تنعمل دراسة وتنوديه وتيتصدق وتنجيبه ويمكن يجي يمكن لا للسبب، نعم، هذا نحنا كل أولاد بعطوطة تجاوبوا معنا، ما في ولا شخص من اللي معه واللي ضد إلا بتوسيع الطرقات وبإنماء الضيعة كان متجاوب معنا، ما في إن شاء الله على طول متجاوبين، يعني لأنه اللي عم نشوفه يعني طبيعة حلوة وهيدي يعني زينة لبنان الحلو دايما، ولكن الطرقات هون اللي عم نشوفها هيدي من ضمن المشاريع الجديدة عندكم، هاي من الطرقات الجديدة وموسعينها، هاي لك إذا مثل ما عم تشوف هيدي عاملين لها حيطان كلها حيطان دعم، هيدي عاملينها هاي عاملينها 9 أمتار، نعم، هيدي عاملينها عاملين كلها أنيات صرف مياه شتوية، نعم، وعنا عملنا حيطانة كلها، هاي بعد بدها زفت بس
هذه الطريق طولها يعني هالشهرين زفت موعدين والله من هلا الشيء 20 يوم ان شاء الله. هون بدنا ننقل الاعمده بدهم ينشيلوا هون رح يبقى هيك هول الاعمده صرنا شايلين اكثر من 3 ارباعهم. انتم عم تشيلوه كبلديه ولا نحن؟ وزاره الطاقه ركبت لنا حوالي 40 عمود ونحن عم ننزع الشبكه عنهم كبلديه محبوبين بوزاره الطاقه وعم ننقل الاعمده رئيس عم نشيلهم يعني رئيس نعم. يعني اذا بدك تسمح لي انا استفيد من وجودك معنا لحتى نحكي عن مشكله مستفحله ولكن على صعيد تلوث نهر بيروت يعني بالمقارنه يعني مع اللي شفناه نحن وهذا النجاح اذا بدك تسمح لي بدي اسال استاذ راشد نحن بنشوف نهر بيروت او البعض بيقول مجرور مكشوف لبيروت بنشوف القرى يلي كلها سوا بقضاء بعبدة والمتن الاعلى بيصبوا والمجارير كلها بتوصل لا الكارنتينا يعني اللي شفناه ببقى عطوتا وبنعتبره حل وبفخر وكبر قلب بنحكي فيه ممكن يتنفذ بهذه القرى والبلدات لحتى نقدر نساهم بتخفيف التلوث لانه بيقولوا في مشاريع لمحطات تكرير الى سنين عم ينحكى عنها ولم ترى النور. يعني اخذتني على 15 سنه او 20 سنه لورا لما قلت في شيء اسمه الدرج البيئي اللي لازم نعمله لانه حضرت مره محاضره وخبرونا انه بده يجيبوا المجهول من الشبانيه تيكب برج حمود وتصير محطه تكرير برج حمود واذا خربت المحطه بنكب المجارير بالبحر. يعني معلش اغشم من هيك فكر ما بيصير بتصير انا بحكي بالعربي اللي مشبرة اللي شفناه ببقى عتوتا رئيس بصير؟ بلديه نعم متواضعه تعاونوا الناس شدوا الهمه عم بيخلصوا من مجاريرهم ومدركين حلو. انه الميات بيرجعوا بيستعملوهم فوقتها قلت لهم نعمل درج بيئي انا هيدي عندي كل يوم عندي خبريه وكل نعم. يوم عندي مبادره وكل نعم. يوم عندي فكره جديده نعم. وهيدي مش مني هيدي نعمه من ربنا لان الله بيعطينا حكمه تنشتغل واذا بدنا نشتغل مزبوط لازم نحترم اراده الله بحياتنا تنعمل شغله بتمجد انا ميه الشبانيه لا بدي انزل على برج حمود ميه الشبانيه بكررها على كعب الشبانيه بسقي فيها تحتها والتحتها بتكررها وبسقي تحتها وبعد في اكثر وصلنا لمطرح محطات التكرير اذا بدنا نمشي اذا عندنا احجام كبيره ما بنقدر نستوعبها بالقصب فينا ننتج منها طاقه ممكن ما نستوعب بالقصب القصب بس مشكلته بده مساحات يعني معدله للشخص بين 3-4 متر مربع رئيس قال 6000 متر ببقى عندهم حالتهم ما في يعني نحن لحد 5000 شخص قديش عندك رئيس ببقى فينا نستوعب 1700 1007 لحد ختمت 5000 شخص القصب بيضلوا حال جيد نعم هلا بعد عندي ملاحظه ثانيه مثلا صدر. انا درست لبزبدين نعم. بزبدين في عندهم كذا فيرسان يعني عندهم اتجاهات مختلفه للتلال فكل تل بناخذها على مطرح يعني حتى كمان ذكر الرئيس انه بس واحد يفوت على الشغله بصير يستوعب مزبوط شو عم بيصير بدها قرار كل انسكاب معين بناخذه بنعمل له محطه يعني في ضيعه وحده قسمها لاكثر من محطه ولكن الاهم من هيك انه الميات بضلهم بعدهم بالجبل عم بيستعملهم اليوم في دعايه قصه السدود وخايفين من المي وخايفين من المي عندنا مي عم نستعملها مره واحده باليابان المغسله بتغسل ايديك بتنزل المي بالسيفون يعني اول ما بيستعملها بقلب الحمام بيستعملها مرتين ما بيستعملها مره واحده طيب. فلازم نكون عندنا فكر انا كان عندي ملاحظه صغيره بدي كنت لانه فضل. كانوا عم ينحكى نعم. اول مره نعم اول مره انعملت محطه التكرير على القصب بلبنان كانت برمحاله كانت بتمويل ايطالي اوكي اول مره انعملت محطه التكرير على القصب بتمويل وزاره الطاقه كانت ببقعتوتا يلي عملوها مع الشباب واول مره انعملت محطه التكرير على القصب بتمويل من مجلس المياه والاعمار كانت ببشري بحي اسمه حي الحريم نعم بس ما بعرف في اخبار بتقول في ناس عم بيقولوا ايه وفي ناس عم بيقولوا لا في شويه تعليقات عليها نحن اليوم شدينا شوي ايدينا على ايدين بعض انا واستاذ رشيد مبارك زميلي المهندس يلي هو من بعتوته ويلي نعم. اكثر من تحيه له لانه مساهم كثير بقصه الطرقات طلعت انا زرت الموقع وهون بدي فوت شوي فنيا كقانون بنا نعم. بعرض الطريق 9 امتار نحن في عنا بقانون البنا بيقول اذا عرض الطريق فوق 9 امتار نعم البلكونات فيها تفوت على التراجع متر و5 سم فمجرد كبر الطريق اول شيء بتحسن ظروف العقاريه للمنطقه ثاني شيء هيدي افانتاج لانه ما بيطلع خسر نعم وثالث شغله اذا زرع شجر على حدود عقاره للتجميل بيعرف انه خلص استقر هون لو كان رايح من ارضه متر ولا مترين أوكي. بالعرض فهيدي شغله كثير مهمه وانا عامل تجربه فيها سابقا وبلديات كثير اخذت قرار
توسع الطرقات مثل تزيح التصويني بس واحد يعمل تصوينته. وهون يعني برنامجك رح يكون غني بهالموضوع انه بكل المحلات فينا نربح ان شاء الله. يعني بدنا نستفيد من التجربه اللي صارت هلا عم نحكي عنها ببعثوت الرئيس لنشوف ريبورتاج حول الصرف الصحي اللي كله عم بصب بنهر بيروت. وهي مره انت من خلال اجتماعك باتحاد بلديه قضاء كسروان نحن كنا تمنينا لو كل رؤساء البلديات طلعوا مع الرئيس جوان حبيش لعندكم لحتى يشوفوا قديش مهم هذا المشروع. وبتمنى أنا من خلال كل الوزارات المعنية البيئة والداخلية وأي وزارة تعتبر حالة مساهمة يعمموا هذه الفكرة. منشوف التلوث في نهر بيروت ومنرجع نتابع سوا. هذا صرف الصحة تسلم لي ومسؤولية الدولة اللبنانية. هذا معمول من 30 سنة، كل مدة بيوعدونا بدو نازلوا بمجرور يوصلوه ويعملوا له محطة تكرير، يعني أيام النواب المير مجيد الله يرحمه ترابه، وبعد لحد هلا ما صار شيء. خي عملوا اجوا جابوا البوكلين وجابوا الحفارات وبلشوا هيبقات وحطوا هودي الريجارات على الطرقات وكذا، سكر مين بيعرف. طيب هلا عملوا على مجرير جديدة، طيب لا ما وصلوا بيجوا بيشتغلوا مادي بوقفوا بيشتغلوا مادي بوقفوا. قلنا عم معدل شيء 6 سنين على هالمعدل وبعد ما عملوا شيء. في محطة تكرير في له دراسة، وين الدراسة؟ كابينا بالخزانات بالجوارير. المشكلة هون انه هالمجرير تبع علي هون كلها محولة من هون ورويحة قوية كتير وعم بتأثر على النبع. عنا نبع هون نشرب منه، كنا نشرب منه ونسقي منه، هلا ما انشأ عاملين نسقي منه بس شرب ما تلوث كله سوا. بس شفت النهر كيف هو نازل كيف الروايح، وهيدا النهر بصب تحت في العين، العين نحن بنسحب منها مي بنشتغل فيها ببيوتنا. هيدي من علي ونازل بالانهر من هون. ميري ورش حرور ومكان على بيروت. كل يوم من عشية هون قرب لهونيك صور مجرى النهر بتشوف عشية هون في غطيطة من البرغش الناموس، يعني فهمت كيف؟ يعني من نحن بنفل الساعة 5 ما بعرف فيك تقعد هون. يعني الامازون هاي تسيتسي في اكثر منها. وني وزاره البيئه ما في ولا وزاره عم تشتغل مزبوط. كل يوم بعد الظهر ممنوع نقعد برا، ما فينا نقعد برا من الساعه 5 وطالع من ريحه المجرير، وبالاخص بالليل. بالليل ما فيك، بدك تسكر وتنام، مع انه واحد بالليل بده يفتح حتى ينام ويبورد. مش معقول الريحه، مش مقبوله. بالصيف بتخف بس بالشتاء بتقوى وبتنخلط مع ميه الشتاء. ما كلهم صاروا 30% مرض سرطان، صار راح بصير 40% كلهم من مورا المجرير والمزروعات والمواد السامة اللي عم ينكبوا هون. بنحكي ايه بكره وايه بكره ما عم نشوف شيء بعد. هذا لازم يعملوا لهم حتى التكرير ويتزبط ويعملوا يعني اللي بالمقام لبنان بالمقام السياحة. منتابع معكم، كنا عم نشوف سوا ريبورتاج حول التلوث البيئي بمجرى نهر بيروت بالمقارنة مع مشرور يلي عم نحكي عنه اليوم ببقعتوتا قضاء كسروين. هلا اتصلنا مع مهندس بلدية بقعتوتا بقضاء كسروين رشيد مبارك. الو الو استاذ رشيد، بدي حييك عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان، وبدنا نقول لك شكرا لهذا التعاون مع استاذ راشد تركيس لحتى هذه المحطة بدأت أو بلشنا نشتغل فيها ونشوف نتائجها ببقعتوتا. ميرسي، أنا بدي حييك وحيي ضيوفك كمان. يعني من خلال يلي نحن عم نحكي عنه من أول الحلقة لليوم أستاذ رشيد، قديش مهم نقول أنه اليوم همة رئيس البلدية وقراره ساهموا بوجود هذا المشروع البيئي، ومهم كتير أن يعمم على باقي القرى والبلدات. اكيد نحن لو اكيد يعني اذا بدي اختصر العمليه، نحن وجود الرئيس والبلديه حواليه هي هو اللي عمل اللي قدرنا ننجزه. بس هلا نيشرت العمليه اهون لغير بلديه لانه صار في مثل، والمثل ما كان كتير صعب وكان ناجح مبدئيا. بس اكيد كانت الصعوبه اول شيء، ولو ما في عنا هيك بلديه وهيك رئيس يمكن كنا ما قدرنا نعمل. طب اليوم يعني هالمشروع اللي هلا عم نشوف يعني صور عنه، قديش مهم نقول يعني من خلال الإشارة
لضيفنا استاذ راشد قال انه بده متابعه، بده وعي، بده صيانه. والريس كان عم بيقول انه البلديه وضعت كل امكانياتها لخدمه انجاح هذا المشروع. اليوم انت مسؤوليه ملقاه على عاتقك انجاز التعبير، كيف ممكن نستمر في ظل هذا الجديد يلي كل الانظار مشدوده لإله؟ معك حق، نحن العمليه اللي صارت يعني الاحواض اللي عملناها بعد ما خلصت 100% يعني. نعم. الشبكه تقريبا خلصت وبلشوا كل البيوت يعلقوا عليها، بس بعد ما نزلت المي بالاحواض قد ايه بدها وقت؟ نحن متوقعين يعني هلا يمكن صار في 10% بس من البيوت عم تكب. بتصور من هلا للربيع الجاي والصيف الجاي. نعم. بتكون طلعت، بتكون فرخت القصب، لانه هو العمليه ما بتزبط اذا القصبات ما كانوا خضر يعني ما فرخوا. نعم. هلا بهالربيع بهالشتويه الاتكال على هالشتويه بده يصير في شرك لكل الضيعه، ومع المي ومع القصب يعني بالربيع وبالصيف بنبلش نعمل ناخذ عينات ونفحص مبدئيا باول الصيف لاخر الصيف الجاي تنشوف نتيجه هالشغل قديش كان افيكاس، قديش عطى نتيجه. يعني انا بدي اشكرك استاذ رشيد، بنشد على ايدك وبنقول لك يعطيك العافيه، اهلا وسهلا فيك. انا كمان. شكرا. رئيس، يعني قديش مهم نقول كل اللي نحن هلا عم نحكي عنه من خلال التجربه كمان اللي حكي عنها استاذ راشد، مهم كثير انه نحن مقبلين على نشر هذه الثقافه، اذا بدنا نعتبر ثقافه، بقرى اتحاد البلديات. يعني خبرني عن زياره الرئيس سجوان لعندكم. طلع الرئيس سجوان حبايش، زار المحطه، شافها وشاف كيف نحن شغلينا. نعم. وفي جلسه كنا بالاتحاد. نعم. نحكى عن هذا المشروع اللي نحن عاملينه. نعم. بالفعل عطى نتيجة، لأن تلفن لي أكثر من 10 رؤساء بلديات. نعم. كانوا مهتمين كثير، طلعوا تفرجوا على المشروع. رؤساء بلديات كسروان كبيرة من كسروان. لا، وسط وصغيرة. نعم. الكبيرة. نعم. ما حدا اهتم. هودي الصغار طلعوا، منهم كان عندهم عائقة أنه ما عندهم أراضي، ومنهم عندهم أراضي للوقف بدهم يجربوا أنه يحكوا معهم ويعملوا مثل هذه المحطة، ومنهم رؤساء بلديات بيقولوا لك يا خيي أنا عملت رئيس بلدية وهلأني 6 سنين الله بيفرجها، يبقى يجي غيري وهو يعمل. رح نتابع معك رئيس، وبدي بعد البريك تجاوبني أستاذ راشد عن القرى والبلديات يلي بدهم وما عندهم مساحات أراضي، بنعتبر أنه محرومين من هذا. لا أبدا، كل شغلة بنرجع نتابع. منتابع معكم مشاكل وحلول. سيدي جواب سريع تفضل. البلديات اللي ما عندها مساحات وما عندها أراضي كيف بدهم يعملوا تجربة بعتوتا اليوم؟ عندي أكثر من بلدية، عندي أكثر من 10 بلديات. اللي هن؟ سمي لي منهم. في ناس ماني متذكر أساميهم، بس عندي مثلا بحمدون الضيعة. ايه. طلعت كشفت عندهم. عندي بشتفين. بشتفين فيها محطة تكرير ميكانيكية. بس تنزل بتلاقي حد المحطه ما فيك توقف. طب هو شو بدنا نعمل اللي ما عنده؟ بده ما عنده مشكله بالمواحد، بس على طول في مجاري مي. نعم. انا اقترحت عليهم، هون بدي وجه نداء كبير لكل المسؤولين كتنظيم مدني. نعم. وكوزاره اشغال وكوزاره طاقه. نعم. لازم نخلق شيء جديد تنقدر نحسن نحفز لهالموضوع. نعم. فينا ناخذ براح يحمي المجاري المياه، فينا ناخذ من كل ميل 10 امتار مثلا، هون بتكون اراضي زراعيه اسعارها كثير بخسه، فينا نعمل افانتاجات انه الناس ترجع تستعمل الميات، فبال انه ناخذ من عندهم شويه ارض تنزرع القصب، فينا نعطيهم البديل فيزي. واحد، هلا في عندي كمان مهندسين ثانيين من مثل دكتور فؤاد جعفر يلي هم بتشتفين وقت طلعت شفت الوضع. أوكي. عندهم، كمان عم بيفكروا معنا، قاعدين نحن هلا عاملين مرحله بحث بحث عميق. نعم. باللي عمله استاذ رشيد بعتوتا، باللي عملته انا برمحاله، عم نتعاون على طول بتبادل الافكار. نعم. والخبرات، وعم نثمر. يعني هلا نحن بعدنا باول طريق، بعد شوي رح يصير مشروع كثير كبير لبنانيا ونقدر ننشر كل العالم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. رئيس، يعني بنعتبر نحن محطه التكرير اللي هلا عم نحكي عنها كانت هي ضمن المطالب، او بتعتبر انك انت هي مبادره شخصيه حبيت تعملها؟ مبادره من مجلس البلدي، كنا كفريق حكينا بالموضوع ومشينا فيه. تواضع منك هيدا. بس بالضيعه ما كان حدا متامل انه نحن نعمل شبكه صرف صحي، يعني ولا محطه تكرير. فاجأت العالم كلها سوا من هيك، شفتهم هلا انه كلهم مبسوطين ومش مصدقين الخبريه بعدهم لحد هلا. شيء بكبر القلب. ايه، بعدك تنطر بس تبلش تشتغل.
تشوف هونيك الرد الفعل. طب هالرصيد يعني هالرصيد اللي عندك بنقدر نقول بخلي الناس يطلبوا منك. مظبوط مشكله صحيح. تحب نسمع انا وياك شو طلبوا؟ شو ما طلبوا نحن حاضرين رح ننفذ اوامره. رح نشوف انا وياك هذا المطالب يلي التقي فيهم كاميرا مشاكل وحلول ببقعتوتك قضاء كسر وين ونتابع. محطة انعملت محطة نموذجية ما حدا عملها بكسروان يعني. هاي محطة بيستفيدوا منها كل ولاد الضيعة، محطة تكرير كل العالم تستفيد منها. بتبلش من فوق يعني من راس الضيعة بتبلش ساطر، من هون بتجي على الأول الطرقات عم تتوسع، بدها زبط الطرقات شي أكيد بدها زبط. لا زبط كيف بتجي الزبط ما بعرف كيف بيجي الزبط، هن بيجيبوه هن الدولة بتقدمه مش عارف. إذا ما في زفت يعني ما كان عملنا شيء. طلعت كتير كتير تعبانة بعطوتها بالزفت. يعني نحن بنطلب من الكيمين على اللي بيسعوا للزفت إنه ينوجد بالزفت اللي بعطوتها. عنانا كتير فيه لنا 4-5 سنين مش طبيعية بقى الزفت. أكيد الزفت مأخر هلا من شوي تيكون خلص وكل شيء شايل العواميد عن طريقة إمدادات المجرير مثل ما إنك شايفهم هون كله. بس يخلصوا على اساس كل شيء رح يمشي. هلأني ناقص الزفت وناقص اشياء كثيرة، واهم شغلة ناقصة هلأني هي الزفت. اول شغلة ضرورية قبل الشتاء قبل ما نتبهدل مثل ما انك شايف. وبيرجع يجيك المواسم هلأني عندنا المواسم يعني بدها طريقة للتصريف. الانتاج بالارض عندنا فوق 200,000 صندوق تفاح هلأ مش عم نلاقي حدا يشيله. هل أبدي عندكم تفاحة جيد؟ أكثر يمكن شوي فيها الخير والبركة بعتقد. صحيح أرض الخير مشهورة بالتفاحة. طب إذا بدك تسمح لي يعني قبل ما يدهمنا الوقت بدنا نسألك بموضوع معالجة النفايات. هلأ يعني الكل عم يحكي عن النفايات ولكن نحن ما شفنا يعني حدا جيب سيرة النفايات عندكم لا بوقت الأزمة ولا اليوم. لأن ما عندنا مشكلة نفايات. وين رحتوا فيهم؟ نحن عم نلمه نحن بس وقفة سوكلين دغري نحن حطينا فريق بلش يلم الزبالة. لو نحن فيهم خدناهم على منطقة بلشنا نفرز فيهم كل بلغة. صنف لواحد ورجعنا عملنا دراسة على طريقة الكسارات تقريبا جبنا ملقم وكونفوير كنا بلشنا نركبهم مشان بتكب فيهم وبتحط 3-4 شغيلة على الشاط بيفرزوا بلغة. الكرتون محل والنايلون محل والقناني محل كل صنف محل بضل فيه العضوة. طب واليوم رئيس العضوة واليوم ما راح خبرك اليوم شو عم نعمل كمان يلا. العضوة نرجع منجمعه كله سوا في مطحنة منطحنه ومنكبه لمزارع الدجاج. في مزارع الدجاج عملينا بالضيعة 100 طائر و50 طائر منودي لهم ياهن أو منوديهم لمطرح تاني وهوديك منكبسهم على مكباس ومنعطيهم لحدا بيشتريهم. وهلأ نحن جاهزين إذا قضية النفايات ما كانت جدية ولقولها حل نحن خلال 20 يوم نكون عاملين معمل عقد بعطوطة. 20 يوم؟ ايه لأن كل القطع صارت عنا يعني اللي بيقولوا يعني نحن عم نقول انه مطالب بس يبدو انت ما بتخلي لحدا يطلب شيء. لا لا ما نحن هاي شغلتنا انا متعهد الطوارئ مستنفره يخزر العين. نحن شغلتنا التعهدات وبهيك قصص صغيره بالنسبه لنا دغري بنحلها وبنمشي فيها على السريع ما عندنا مشكله بهالشغله. استاذ راشد اليوم وقت اللي بيكون رئيس بلديه حدك نشيط واعي واعد وصاحب قرار بسهل الشغل بالنسبه لاي شيء انت ممكن تطلبه لانجاز مشروع من المشاريع اللي انت بتشتغل فيها. انا كرجل مبادر ومسؤول وبعرف شو بدي عايز بس رئيس بلدية قبضاي حدي. العجائب بتنعمل ما تتصور اقل من عجيبة تعمل. رجلين قبضايات واحد تقني فني عارف شو بده بيعرف الشغله مزبوط من اولها لاخرها من وين بتبلش وين بتخلص. وانا لا راح له الرئيس انحلت ولا ما انحلت قصه نفايات روح كفي شغلك وعمول نموذج مثل ما عملت محطه التكرير عمول نموذج تنروح نبلش نقول لهم للناس هيك بتتعالج النفايات. عافيك وعسلامه عينك مشي. لا نحن راح ما تنطر حدا. قديش عندكم انتم كميه نفايات يوميه؟ عندنا معدل 3 طن كل يوم 4 طن 3 طن بس فينا نستوعب هذا المعمل اللي عم نفكر ايه بظهر بعضها تقريبا. هذا المشروع اللي عم نفكر كنا نحن نعمله فينا نستوعب ضيعه او ضيعتين حدنا فينا مثل كفر زبيان او بسكنتا فينا نحن كمان نسيسر لهم اموره. استاذ نقول اذا بلش نعم بيجيب ناس بيطلع زبالته ببلاش
هذا اللي كنا بيشتغل لغيره بيطلع زبالته ببلاش، انه بناخذ من الضيعة لحوالينا، ما بدها 50 ضيعة يتعاونوا مع بعض، هيك هي المشاريع اللي يعني يلي عم لاحظه يعني من خلال هذه الاطلال اللي اول مرة حضرتك انت معنا محطة التكرير، يعني اردت ان تكون بأي 100%. صحيح. يعني موضوع النفايات والفرز واللي حضرتك انت حكيت عنه كمان وفق النظم البيئية المتبعة والمحكي عنها، يعني انت صديق للبيئة بدرجة اولى. محلات محلات مش الكل، لان احنا شغلتنا كسرات ومقالع وكذا. بس عم نرجع نحن ننظم ونجلل وكذا هيك تما تنحكي عنا بالضبط يعني شو شغلتنا نحن. نحن شغلين بمطارح كسرات ومراعيد مشوهين، بس عم نرجع نستصلح ونشجر ونظبط مثل ما بيسوى ينعمل يعني. طب اليوم انت نحن بنحب البيئة وما بنحب، خاصة بنحب الانسان، بنحب الانسان يعني بنحب اش في امور بتضر الانسان انه نحن نحافظ عليها ونبعدها عنا، خاصة كأولاد بعطوطة. يعني سهل انجاز المشاريع عندك بعطوطة، قلت لي انه نحن ليرتنا بثلاثة لانه نحن ما بندفع الا بس صحيح اجار صحيح الشغيل. صحيح. كله متوفر من عنا. صحيح. يعني الامكانيات مشكلة. يعني السكان والاهالي عم بيقدموا لك اياها ابناء بعطوطة. صحيح. وما بتدفعوا انتو حق شيء ابدا الا حق كيس الترابي، الا بس يد العاملة وكيس الترابي وكيس الترابي، وبقيت ما بقى كله الحمد لله ميسر. طب هلا ضمن المشاريع الجديدة استاذ ريموي اللي عندك شو عم تحضر لبعطوطة؟ لانه من خلال اللي استشفيته بهذه الاطلالة ما شاء الله يعني خطط طارئة دايما ببالك وعم تسعى انك انت تجدولها على برنامج اولويات اهتمامك، شو عندك جديد هلا؟ هلا عنا جديد بدنا نزفت كل الطرقات، لان هلا بتعرف واحد بعمر بنايه اذا ما بلطها شو دهنها معناتها مثل كانه ما عمل شيء. نعم. نحن عملنا انتو ولا لا؟ عم نسعى نحن اكثر من امكانياتنا انه نقدر نزفت هاي الطرقات الموجوده. نعم. ببعطوطه ما عندنا الامكانيه. هلا سعينا مع وزاره الاشغال ووعدونا بثلاث ديفيات مشان بعطوطه، واللي بيبقوا حكينا مع رئيس الاتحاد جوان حباش بما انه بعطوطه هي ضيعه بتربط بين كسروان والمتن وبيستفيدوا منها 4-5 ضياع. نعم. بجرد كسروان وبجرد المتن مثل كفر زبيان. ايه مثل كفر زبيان في قسم منها على طريق بعطوطه، في بقايه كنعان، في بعطوطه، في كفرتاي، وفي بسكنتا. وعدنا رئيس الاتحاد كمان انه يكفي لنا الطريق اللي بيبقوا الشقفه اللي بتبقى يكفي لنا اياها هو على نفقه الاتحاد، هيك بكون زفتنا الطريق كلها سوا. برافو. وريحنا العالم اللي هني هلا عم يمشوا كسروا عربياتهم بالجوار وبالطرقات المش منيحه وبالغبره. يعني لحد هلا انا لمست انه كل المشاريع انت عم تقوموا فيها قلت لي بمبادره ذاتيه، ولكن بالزفت هلا طلبتوا دعم الاتحاد. صحيح. اكيد ما بتعرف مكل في الشغله واكبر من طاقتنا نحن كبلديه. نعم. طلبنا من الاتحاد وطلبنا من وزاره الاشغال وكذا معاملة صرنا كل جمعة تقريبا عم نراجع فيهم إن شاء الله خير تنجرب نعملهم قبل ما تشتت الدنيا إن شاء الله. أستاذ راشد بالختام شو بدك تقول للأصدقاء يلي عم بيتابعونا؟ بنوعدهم بإطلالة مفصلة لحتى نحكي عن أهم المشاريع البيئية. أنا كان كل عمري شعاري، أنا كنت عضو بلدية بعلبة، كنت على طول على الطاولة أقول ما حدا يهتم بالمصاري، المهم نعرف شو بدنا. نعم. نعمل مشروع مدروس مزبوط محلي. أوكي. ونهجم قانون البلديات مع البلدية للآخر. نعم. اللي بيقرأ قانون البلديات بعرف قديش البلدية صلاحياتها، السلطة المحلية هي سلطة أنا بقول له ملك، رئيس البلدية ملك. بتوافق. إذا كان على مستوى مش الملك مش هالقد إذا كان على مستوى هالقد. الملك بلا ملك وحب يتمسك، إذا كان على مستوى الملك ومعه ملوك كمان فنيين. نعم. بيعملوا شيء تطن له الأذان إن شاء الله. أنا بدي أشكرك رئيس بالختام، يعني قانون البلدي بيعطيك صلاحيات. صحيح. مزبوط. صحيح. انت راضي عنه؟ اكيد. بتشعر انك انت ببعض الاحيان تشكو من الروتين الاداري بالختام؟ لا لان لا انا بدي اشوف انه هذه الديناميه اللي عندك وهذا النشاط. لا لا لازم تقول لي لا. اكيد ما بنشكي من الروتين الاداري ولا نتفي، ونحن ما بنحب نحكي عن انجازاتنا. نعم. نحن بنحب نعمل الشغلة وبعد ما نعملها ينحكى عنها. يعني ما فينا ما نحكي لأنه اليوم الإعلام بده يكون مراية، بده ينقل الواقع كما هو. لا أنا بقصد أنه هي الشغلة بس نعمل بتحكي عن حالها. هلأ محطة التكرير نحن بس خلصناها وصرفوا الصحي وصلت على كل الناس وكل الناس صاروا يتماتلوا فيها.
ونحن بنحب كل الشغلات من معمل النفايات لكل شيء نعمل بالضيعة هو يحكي عنه. أنا بدي أشكرك أستاذ ريمول حاج رئيس بلدية بعتوتة قضاء كسروان، أيضا المهندس راشد سركيس صاحب فكرة تكرير مياه الصرف الصحي بالقصب والحصى في لبنان. وبالختام بدي أشكركم وبشكر الزميل ريمو كماد لاهتمامه بهذه الريبورتاجات والأشرطة اللي شفناهم بالحلقة. منحييكم ونحيي الفريق العامل والشكر الكبير للمخرجة سلام المعلم خليفي. بنشوفكم بكرة، إلى اللقاء.